السلام عليكم. تكملة لواحد الفيديو كان سبق لي درتو على هذا المشكل نتاع الومضات السريعة في سانسيو، نشوفو المشكل نتاع إلا كان عندك هذا الوعاء هذا الريزرفوار كيخرج منه الماء، يعني كيسيل منه الماء اللي كيتعمر الماء كتلقاه كيسيل لك هنايا، يا يعني إما خصك تبدلو. إلا ما بغيتش تبدلو كاين الحل، تاخد واحد القضيب بحال هايدا يعني من الخشب أو لا من الحديد، يكون يوصل للقاع نتاع الوعاء، وغادي نمشيو عند داك الصمام اللي موجود في الوسط ونضغطو عليه، من بعد كيخرج. ملي كيخرج كنقيو المحيط هنايا ونقيو من الداخل، ناخذ واحد لابرو واحد الفرشات نمشيو للعمق نقيوها مزيان، نديرو الفينيغر الخل الابيض او لا العصير نتاع الليمون يمكننا نقيوه، وناخذ هذه القطعه اللي هي السبب، ان السبب هو انه ربما يكون عندك الكالكير. انا نقيتها بطبيعه الحال، هذا الصمام هذا نقيته لانه هو الميكانيزم اللي فيه هاد القطعه اللي هنايا كتبان لينا من الكاوتشو كيكون فيها الكالكير، او اللي يكون في الوسط هنا او اللي يكون هنا، المهم تنقيها مزيان. من بعد ما تنقيها مزيان ديرها في الخل او لا في السيترون، ان فوا نقيتها مزيان حاول تحايدي الا كان عاد باقي شي وسخ يعني نتاع الكالكير او هنايا، نحاولوا نقيوها مزيان. ملي من بعد ملي كنقيوها مزيان نكونوا نقينا حتى هنا المحيط من الداخل، يعني فين غادي توقف هاد الكاوتشو، هو هذا هو اللي كيحبس الماء، الكاوتشو هو اللي كيحبس الماء، يعني ملي كنديرو كيكون عامر الماء هنايا باش كيحبس الماء، كتكون هاد القطعة لداخل كتكون هاودة. ملي كتكون هاودة يعني الماء ما غاديش يخرج. ملي كنحطوها في الماكينة كيطلعها تما واحد الجزء في الوسط نتاع ديك الماكينة، الوسط نتاع هاد المنطقة كيطلع هادي، ملي كطلع الماء كيبقى يهود، يعني عوض ما يكون هكذا يهود. المشكل فين كاين هو ملي كيكون الكالكير عندنا هنايا مترسب او اللي يكون في هادي، يعني يخلي بعض الفجوات، دوك الفجوات هما اللي كيخليو الماء يسيل. دونك هذا هو الحل ديالها، ملي كتكمل كترجعها لبلاصتها عاديه.